بالهند نعم اجمعها بالهند الرئيس المنتدب المكلف بالشؤون الاداريه والماليه لجمعيه مدرسي علوم الحياه والارض والمكلف بالتواصل والترافع في فرع مراكش. اليوم نحن في اطار الندوه الختاميه لفعاليه الاسبوع الاخضر في نسخته الثالثه الذي تنظمه جمعيه مدرسي علوم الحياه والارض بمعيه شركائها، والذي بطبيعه الحال اخترنا له شعار لنغرس الاكسجين، علما وكما يعلم الجميع ما هو الدور المهم الذي تلعبه الشجره والفضاءات الاخضراء في انتاج هذه الماده الحيويه التي ظهر للعيان باهميتها حتى واصبح البحث عنها وندرتها مرتبط بدوام حياه البشر. الندوه بطبيعه الحال سوف تعرف تقديم المداخلات باسم القطاعات المعنيه وكذلك الفاعل الترابي والفاعل المدني والقطاع الاعلامي حول الاستراتيجيه المعتمده من طرف كل فاعل وكل متدخل من اجل تطوير المنتزهات الوطنيه والحدائق الحضريه والاوساط الغابويه والمحافظه عليها وتعميمها حتى يعود لمدينه مراكش الرونق التي تعرفه علما بان الحدائق كانت دائما والمنتزهات هي الرئه ديال مدينه مراكش، ومراكش كانت مشهوره بطبيعه الحال بجوده هوائها، شيء اكيد هنالك كان هنالك تراجع، وهذا يستلزم من جميع المتدخلين ان تتضافر الجهود وان تلتقي السياسات والاستراتيجيات سواء القطاعيه ولكن كذلك العمل موكول كذلك للمجتمع المدني للفاعل الاعلامي ليقوم بدوره ويترافع من اجل الحفاظ على هذه المنتزهات، لان من اجل ذلك نكون نساهم في غرس الاكسجين، واذا غرسنا الاكسجين بطبيعه الحال نساهم في استمراريه الحياه. الله يبارك.